على التليفون فضيلة الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف. مساء الفل فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد، كل سنة وأنت طيب، وحضرتك وتحياتي طيب. لحضرتك ولكل السادة المستمعين. عاوز رأي الدين، هل ينفع إن أنا أفتح موبايل مراتي من غير ما تعرف وأقعد أشوف بتكلم مين وتروح فين، أو العكس؟ يعني توصيف ده شرعا ايه؟ طبعا ما كانش فيه موبايل ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شايف ده مقبول مثلا ولا ده ينطبق تحت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كان واضح لما قال ولا تجسسوا، وفي رواية ولا تحسسوا. والتجسس هو ان الانسان بيتسمع الاخبار أو يتدخل في خصوصيات شخص آخر دون دراية منه. والأساس اللي ما بين الزوج والزوجة قائم على الثقة، وقائم على الـ الإحسان. فبالتالي ده تجسس لا شك. الأمر الآخر، أنا بأوصي بكل زوجين إنهم يرفعوا كل أنواع الحدود اللي ما بينهم. يعني الزوج ممكن يخلي يسمح لزوجته انه يتفتش في الموبايل عادي، والزوجه تسمح لزوجها انه يفتش في الموبايل عادي، ما دام الحمد لله مفيش اي علاقه مشبوهه ولا في اي حاجه. فبالتالي هذا الامر لو كان فيه شفافيه ده بيحسن من العلاقه ما بين الزوج والزوجه. ومعروف طبعا انه كلما كان هناك تداخل وكلما هناك شفافية وصدق في العلاقة الزوجية، كلما كانت هناك طمأنينة وسعادة ورحمة ومودة. إنما الغموض، مساحة الغموض ما بين الزوجين للأسف الشديد بتجلب الشيطان وبتجلب الخلافات والظن وسوء الظن، ثم بعد ذلك سوء الظن بيتحول إلى خصام، والخصام يتحول إلى نزاعات كبيرة. يبقى النصيحة ان حضرتك الأصل، دي نصيحتي لكل زوجين. الأصل انه ما حدش يتجسس، ونقلل مساحات الغموض بين الزوجين. بالظبط كده. وانا طبعا بأناشد الأزواج بالذات. انا يعني كتير من الناس في دعوات حاليا دلوقتي لموضوع الزواج الثاني والزواج العرفي وغير ذلك، وإشباع رغبة الرجل باثنين وثلاثة وأربعة. وأنا الحقيقة متحفظ على هذه الدعوات. ليه بقى؟ لأن إذا كان هذه الدعوات لحل مشكلة، لازم نحل مشكلة الزوجين الأول. نعم، لازم يكون في استقرار ما بين الزوج والزوجة وطمأنينة ومودة ورحمة زي ما ربنا ما قال، وبعد كده بقى ندور على مثنى وثلاث ورباع. أن ده يعني روح الأول وطد الزيجة الأولى وثبت أركانها. صحيح. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بالطبع عندما كانت له زوجة ثانية وثالثة، ده ما كانش على حساب الزوجة الأولى. نعم. ولا الصحابة فهموا هذا. الصحابة ما فهموش إن أنا أروح أتجوز الثانية والثالثة والرابعة والزوجة وسيب الأولى الحجة. وسيب الحجة العلاقة في البيت. أي بالظبط، تتحول إلى حجة. والعلاقة للأسف الشديد مش سليمة. نعم. فبقول له الفلوس اللي أنت هتصرفها على الزوجة الثانية والزوجة الثالثة، يا اخي خد ربعها وخد نصها واصرفها على الزوجة الاولى ومراكز التجميل وغير ذلك، لا شك انها سترجع افضل مما كنت تتصور. انا اعتقد في حلول عملية كتيرة لاصلاح حالة حالة طبعا النفور الزوجي اللي يكون ما بين الزوجين. بشكرك فضيلة الشيخ احمد ترك من علماء الازهر الشريف.